إذن خبر رائع يصلنا من غرفة التحكم في شركة سبيس إكس، والتي أشار إلى انتهاء الاختبارات الضرورية وإعطاء الضوء الأخضر، وتم التواصل مجددا لإعطاء الضوء الأخضر لاستئناف عملية الالتحام. والآن يفترض أن تقترب المركبة. نعم، ولكن هناك فترة انتظار 30 ثانية قبل عمل محركات الدفع درايكو واستئناف عملية التوجه للالتحام بمحطة الفضاء الدولية. إذن مجددا دراجون تقف، مركبة دراجون هي عند النقطة الأحداثية 2، محطة أو مركز هيوستن، بوسع المركبة الاقتراب من محطة الفضاء الدولي واستئناف العملية. استمعنا إليكم. إذن لو كان بوسعنا أن نرى داخل الكبسول في مركبة دراجون، لسوء الحظ لا تصلنا هذه المشاهد الآن، ولكن الطاقم لديه الأدوات لرصد التقدم المحرز في المسار، ولديهم بث حي.